إخوتي أخواتي في هذا الملتقى الطيب، تعالوا بنا لنستمع إلى هذا البرنامج. نوادر من التراث الغنائي الأصيل، برنامج أسبوعي يبث يوم الاثنين عند الساعة 11 مساء. الإعداد والتقديم حسن الرزوق، الإخراج خلدون الزروق. إخوتي أخواتي مساء الخير، وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثانية من هذا البرنامج. اليوم رح نروح لنسمع تسجيل نادر لصوت أنا شخصيا كتير بحبه، صوت الراحل محمد خيري. محمد خيري لأحكي لكم عنه شوي، كان من الأصوات الجميلة الرائعة النادرة الوجود، اللي كان ما يغني شيء متشابه مع بعضه. يعني مثلا لو غنى هالموال بحفلة، بالحفلة التالية يغني غير شكل. طيب، محمد خيري طبعا مطرب حلبي، سافر إلى عدة دول عربية، سافر إلى لبنان، سافر إلى باريس إلى فرنسا يعني، وعمل هناك حفلات، لكن للأسف غيبه الزمن بوقت بكير، كان عمره حوالي بالأربعينات بأواخر، يمكن كان عمره 49 سنة هيك بتوقع، يعني ما بتذكر بالضبط. يعني هو توفى سنة 81. حنسمع له من فيلم الاستعراض الكبير اللي أنتج عام يمكن 74، ما أنا متأكد من معلومتي، قصيدة أسقنيها بأبي أنت وأمي وموشح مدى الكاسات. متابعة ممتعة أتمناها لكم. Oh,
سما سما.